وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار. بداية معالي الشيخة، نبارك لكم هذا الإنجاز الحضاري لمملكة البحرين، ولو تحدثونا بنظركم كمسؤولين في قطاع الثقافة والأثار أهمية إدراج هذا الموقع البحريني الثالث على لائحة اليونسكو. بالطبع كلنا نعلم أن كل موقع يسجل في قائمة التراث الإنساني العالمي لابد أن يكون له قيمة استثنائية عالمية. هذا التميز في الموقع هو الذي يؤهله للإدراج في لائحة التراث الإنساني العالمي، ونحن نفخر في مملكة البحرين بأن هذا هو الموقع الثالث. دائما نقول أن في البحرين الكثافة هي ما يميزنا كشعب أو كأرض أو ك تاريخ ممتد حظى بحقب متعددة مرت على هذه الأرض. هذه السلسلة من المدافن تكرس الموقع الثالث وتقول العالم أجمع أن لدينا ما يجذب سياحة نوعية، وأننا في مصاف الدول التي تحافظ على أثارها وتجعل منها عنوانا لهويتها. نعم معالي الشيخ، تحدثتم عن ما لهذا الموقع من أهمية للسياحة الثقافية، لو تحدثينا عن أهمية أن يكون هناك سياحة ثقافية في البحرين وتأثيرها وانعكاساتها الإيجابية على العائد الاقتصادي للمملكة. تسجيل أي موقع في قائمة التراث الإنساني يحقق نسبيا 25% من الجذب السياحي لو وظف بشكل كامل. كلنا نعلم أن هذه المواقع بحاجة إلى ترويج وبحاجة إلى مراكز معلومات، وهذا ما حدث لموقع قلعة البحرين حيث تم إنشاء متحف للموقع يخدم الزائر ويلبي خدمات الموقع العالمي، وكذلك طريق اللؤلؤ بمركز زوار الذي افتتح قبل أشهر قليلة في نوفمبر الماضي. هذا الموقع أيضا مهيئ لاستقطاب سياحة نوعية، ونحن لدينا خطة متكاملة لاستقطاب الزائر لهذا الموقع والإشراف على هذه الموقع من علو عبر وسائل تهيئ للسائح أن يطلع على هذه التلال من منطقة أعلى، ونأمل أن تكون مصدر لجذب سياحة ثقافية. كلنا نعلم أن مضمون السياحة هو الثقافة، ونعمل بكل جهد لكي تكون هذه المواقع وهذه المعالم وهذه الهوية هي ما يحقق سياحة نوعية. نحن لا نسعى لاستقطاب فقط الزوار من المنطقة المحيطة بنا، ولكن نسعى لكي تكون البحرين وجهة عالمية، وستحقق لنا فرصة نادرة في مشاركتنا في إكسبو دبي الذي سيجذب العديد من السواح لدبي، ونستقطب منهم الجزء كبير لكي للمهتمين بالسياحة الثقافية وبالمواقع الأثرية وبالخصوصية التي تميز مملكة البحرين. فكلنا في هذا الخليج المتحد المتجانس نتكامل ونوظف أجمل ما لدينا لاستقطاب سياحة نوعية عالمية. نعم معالي الشيخ، هذا الإدراج جاء نتيجة لجهود مستمرة تقوم بها لتطوير قطاع الثقافة والأثار، لو تطلعون أكثر على مشاريعكم المستقبلية في هذا المجال. لإدراج المواقع بالتحديد هناك ثلاث مواقع جديدة نسعى لإدراجها. الموقع الأول المؤمل أن يكون إدراجه في 2021 هو مدينة عوالي. هذه المدينة التي تعد من أول المدن المكيفة على مستوى العالم، والتي تعد من المجمعات الأولى على مستوى العالم السكنية، لها مواصفات خاصة، ونحن نعد ملفا لإدراجها في قائمة التراث الإنساني العالمي. وهناك أيضا طبعا جزر الحوار التي تحظى بقيمة استثنائية عالمية كموقع بيئي وثقافي. نعم. هي تحوي المعالم البيئية وأيضا هناك معالم ثقافية.
وكلنا يعلم أننا نحاول أيضا أن تكون مدينة المنامة من المدن المدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي، وكما حازت المحرق عبر طريق اللؤلؤ على هذه المكانة بأن تكون من مدن التراث العالمي، نسعى لتكون المنامة أيضا مدينة مدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي بعمرانها، بما يميزها، باتصالها بالتجارة في الهند، وكونها أيضا موقعا لبدايات أولى شكلت ملامح البحرين الحديثة. هذا ما نسعى إليه، إلى جانب طبعا ضرورة الترويج لهذه المواقع بالصورة الصحيحة، ضرورة إبرازها، ضرورة توظيف هذه المواقع بالشكل اللائق بها، لكي كما نردد دائما نستقطب سياحة عالمية. نعم، معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، نبارك لكم وللبحرين مرة أخرى هذا الإنجاز، وشكرا جزيلا لك.